منتخب مصر بدأ تدريباته استعدادا للقاء غانا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية في كأس الأمم الأفريقية. كمان غانا خسرت أول ماتش في كاب فيردي، ومصر اتعادلت مع موزمبيق، واللقاء جاي لازم اللقاء اللي جاي لازم نكسب علشان نضمن نكمل في البطولة. هنتكلم عن كواليس المنتخب مع سيد محمد عباس الناقد الرياضي. صباح الخير يا فندم. صباح الفل عليكم وعلى السلامة المشاهدين. برحب بحضرتك يا فندم معانا، وكلمنا على المعسكر النهارده والمنتخب بعد ما تعادل، ومعلوماتك ازاي بيفكر فيتوريا في اللقاء اللي جاي. يمكن كانت النتيجة صدمة شوية، البداية الغير موفقة مع موزمبيق. مع الوقت ابتدينا نفهم ان اللي حصل ده منتخبات كبيرة كتير اتعرضت له في البطولة، يعني مش كل المنتخبات الكبيرة كسبت. فوطأة الصدمة بقت أهدى شوية مع الوقت، بقينا عارفين قيمة ماتش منتخب غانا. المصادر اللي هناك في المعسكر والرؤية العامة حتى الفنية من الخبراء كلهم بتقول إن فيتوريا بيفكر أو بيجهز أو بيدرس التبديل في 4 مراكز، يمكن هو اللي كان عليهم كلام أكتر شوية في أول ماتش. فهي دي المعلومة اللي ممكن نتكلم فيها. المركز الأول كان مشاركة أحمد فتوح، كان بيدرس إن مشاركة أحمد فتوح على حساب محمد حمدي في الظهير الأيسر، كمان الظهير الأيمن محمد هاني في آخر الماتش استعان بعمر كمال عبد الواحد، ففي تفكير بالاستعانة بيه. مركز الجناح عمر مرموش إن هو يدخل أو يبدأ لقاء غانا مكان محمود تريزيجيه، ومركز ستة في وسط الملعب مكان محمد النني. الممكن ان احنا نرحل محمد النني مركز قدام يلعب 8 و6، يبدا مروان عطيه لاعب النادي الاهلي عشان يدي عمق اكتر في التشكيله قدام منتخب غانا. هم دول ال4 مراكز اللي فيتوريا بيفكر يغيرهم في التشكيله. هل في كواليس تعرفها اكتر من كده عن تفكير فيتوريا تغيير اكتر في اللقاء اللي جاي؟ بص، هم ال4 مراكز دول فيهم كلام كتير. متهيألي فيتوريا اي حد قريب من المعسكر هياخد باله ان الدور اللي بيقوم بيه فيتوريا دلوقتي ونجوم المنتخب مخضرمين ومنهم محمد صلاح طبعا على راسهم، يعني الشكل هناك دلوقتي ان الوقت ما عداش، البدايه مش محبطه للدرجه دي، ان المنتخبات اكيد هيتكلم معاهم ان المنتخبات بتتعادل. المنتخبات الكبيره لسه شايفين الجزائر امبارح مع انجولا تعادلت، منتخب نيجيريا ما بدأش بمكسب، فالمنتخبات مش كلها بتكسب يعني عادي، الموضوع بيجي واحدة واحدة. أكيد اتكلم معاهم في كده وإن احنا نقفل على نفسنا فكرة تحويل الفرص لأهداف، إن ماتش غانا ما يستحملش كده. وأكيد روي فيتوريا اتفرج على منتخب غانا اللي عنده مشاكل دفاعية قوية جدا ظهرت قدام هو الراس ده اللي الأخضر كنت عاوز أسأل حضرتك وظهرت. فيه، خط الدفاع انت شايفه ازاي؟ وهل احمد حجازي مكمل معانا ولا هيتم تغيير؟ اكيد في تفكير ان احنا ان هو يدفع بياسر ابراهيم مثلا جنب محمد عبد المنعم عشان الهارموني او التناسق التجانس اللي ما بينهم، او يدفع بعلي جابر مثلا لو حجازي مش فت. بس كمان خلينا بقى نقول للجمهور اكتر ان في ثقه تامه في احمد حجازي داخل معسكر المنتخب وفي الجماهير وعنده رصيد عندنا. فلو هو ما كانش الماتش الاولاني كان في نجوم كتير غير موفقين، فاكيد الجهاز الفني بقياده روي فيتوريا فاهم ان احنا ما ينفعش نحكم على لعيبه كتير قوي من اول ماتش، لان لو كده هنحكم على كل المنتخبات الكبيره في البطوله ان هي مش احسن حاجه. فبيبقى اول ماتش ده عادي، احنا دايما بنشتغل بشكل تصاعدي مع منتخب مصر، فدايما بتبقى اول ماتش ده مش احسن شكل لينا في البطوله، احنا جايين بعدين. ده السؤال اللي كنت عاوز أسأله لك، ايه انطباعاتك عن الماتش؟ هل هيستمر معانا المنتخب بالطريقة دي ولا في تطور اكتر من كده واندماج اكتر من كده؟ لا، لو تفتكري معايا البطوله اللي فاتت اللي احنا قدمنا فيها اداء هايل وخسرنا في نهايه البطوله بركلات الترجيح، كان البطوله دي بدات باللقاء قدام نيجيريا، احنا كنا اسوأ شكل ممكن يعني، ونيجيريا ما كملتش خالص، واحنا وصلنا النهائي وقدمنا بطوله هايله ويمكن خدنا الطريق الاصعب وكسبنا كل منافسينا، الكاميرون، كوت ديفوار، المغرب. دي البطوله اللي لسه اللي فاتت، يعني الناس المفروض تكون فاكره. المنتخب ما كانش احسن حاجه قدام نيجيريا، المنتخب ما كانش احسن حاجه في بدايه بطوله 2017 اللي وصلنا فيها النهائي برضو. دايما المنتخب بتاعنا بيبدا البطوله وبيخش جواها وبيخش في مود البطوله بشكل تصاعدي، يمكن في بطوله 2008 بس اللي بدانا بقوه، انما اي بطوله تانيه ما بنبداش بقوه. فالحاله دي الناس حقها ان هي طبعا تكون متوتره بعد الماتش موزمبيق، لان المنافس هو اضعف منافس في المجموعه،
ولكن المنتخب المصري عودنا على كده. طيب يعني متوقع النتيجة اللي جاية في الماتش اللي جاي هتبقى عاملة ازاي، وهل في مفاجآت ممكن تحصل ولا لا؟ المفاجآت خلاص واضحة بقى جدا، البطولة دي مليانة مفاجآت. امبارح بس يعني امبارح بس رينيا بتلعب ناقصة شوط كامل قدام الكاميرون وبيتعادلوا 1-1، والانجولا الجزائر بتقدم عليها وبتضيع وبتجيب جون ويتلغي، وفي الاخر انجولا بتتعادل. فانجولا وغينيا بيوقفوا الكاميرون والجزائر، فواضح ان المفاجآت مكملة معانا في البطولة دي. دي بقت موضة كرة القدم عامة يعني. ولكن ماتش مصر وغانا بالذات يعني ما فيهوش مفاجأة، الاسمين كبار قوي والاسمين بيدافعوا عن فرصهم. يمكن المفاجأة أصلا بيصدرها لنا منتخب كاب فيردي راس ما هو ده الأبيض. اللي انا بكلمك فيه، انه الماتش اللي جاي غانا فيه يعني لازم تفوز فيه وصعب عليها جدا، فانت متخيل متوقع شكل الماتش يبقى عامل ازاي، مساره نهائي يبقى عامل ازاي؟ نهائي يعني، احنا بنتفرج على نهائي مبكر، نهائي من مصر وغانا اللي المفروض يكونوا بيلعبوا على النهائي، هم دلوقتي بيلعبوا على بطاقة التأهل مع كاب فيردي مع راس الأبيض. دي قمة المفاجأة طبعا. ماتش مقفول جدا، هيكون ماتش فيه بدني كتير جدا. منتخب مصر يقدر بشغل ري فيتوريا واللعيبه وذكاء تحركات بعض اللعيبه عندنا، ان عموما غانا عندها مشاكل كتير قوي في المناطق الدفاعيه. متهيألي منتخب مصر اقرب ان هو يخلص الماتش ده لمصلحته، المكسب ليه هو. الضغط اكتر على غانا، الضغط اكتر على منتخب غانا اصلا، لان الهزيمه تعني يعني 99% خروجه. طيب انت متوقع فمنتخب مصري اسهل، اضمن الموقف بتاعه اسهل، وكمان غانا عندها مشاكل دفاعيه اوضح مننا. يعني غانا عندها مشاكل دفاعيه في الارتداد الدفاعي ومنطقه وسط الملعب الدفاعي عشان غياب نجمهم مع الارسنال توماس بارتي. فمصر عندها يمكن فرص اكتر شويه، يعني لو قلناها هتبقى 60 40 لمصر. جزيلا استاذ محمد عباس الناقد الرياضي على الشرح التفصيلي ده.